السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. انتم خوتي خواتاتي، ها انتم شوفوا شتي، زيدي الضوء في الإضاءة. ها انتم خوتي، شاهدوا معايا اليوم خوتي خواتاتي، جيت معكم لواحد ماشي وصفة ماشي مهم، وبنجمع معكم شوية. والله العظيم أخوتي راه بنجمع معكم شوية، مش غادي نقول لكم. هذا خوتي خواتاتي جبتها معكم، هذا السدر، ورق السدر. هذه حبة البركة كيقولوا لها الصامج، هاهي هذه خوتي حبة البركة كتجي من السعودية. هاهي سمعوا خوتي اش غنهضر لكم عليها، هاهي غنجمع لكم معكم اليوم واحد ايوا نتجمع معكم ونعاود لكم، ماشي حنا نبقاو غير الوصفات الوصفات الوصفات. نديرو حتى شويه الخير ونديرو شويه الصدقات ونديرو خوتي خواتاتي. دابا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. كاين دابا خوتي خواتاتي كتلقاو المراه بخير وعلى خير، مسكينه ما عندها خاطر، ما كتنعس مزيان، ما مرتاحه، ما بالليل ما تتنعس، الخير كاين، كل شيء كاين خوتي خواتاتي. راه بنادم، راه ما كاين اللي كيتبع، حنا بنادم، بنادم ديالنا حنا خوتي خواتاتي. والله القسم راه خوتي خواتاتي الحمد لله العلاجات عطاهم الله، عطاهم الله العلاجات. هذا خوتي راه علاج يا سلام. وراه خوتي خواتاتي كتشوفوا دابا شي امراه عاقره، راه ما تتولدش، راه ماشي من عند الله، راه من بنادم. تشوفوا شي امراه مسكينه كبيره، شي بنت شحال في عمرها وما تزوجات، راه ماشي من الله، راه من بنادم، راه حاشا ميعاد الله. خوتي خواتاتي سيد ربي تبارك وتعالى حاشا يعطينا شي حاجه خايبه. شكون اللي كيعطينا حنا شي حاجه خايبه؟ حنا اللي كنعطيو شي حاجه خايبه، ومن خوتنا حنا وخوتنا. وما سيد ربي تبارك وتعالى خوتي خواتاتي راه ما كيجي منه غير الخير، وما كيعطينا غير الخيرات، ما كيعطينا غير التيسير. ولكن الحمد لله والشكر لله، الله تبارك وتعالى راه ما خلق حتى حتى خلق الضوء. خوتي خواتاتي، وبغيت نعاود لكم على واحد القصه ديالي مره اخرى. راه خوتي خواتاتي قسما بالله خوتي، تعاشروا مع الرجاله ما تعاشروا مع العيالات، راه العيالات اخوتي غدارات. بغيت نعاود لكم واحد القصه خوتي خواتاتي ديال واحد السيده صاحبتي انا، اشنو دارت ليا. راه ما عاديش الا عاودت لكم عليها راه غادي تبهضوا. درتها كي اختي ودرتها عرفتي احسن من اختي، وصدقت وصدقت، غضراتني واحد الهضره اللي ما عمرها تهضرني شي حد على وجه الارض. دابا خوتي خواتاتي انا جبت معكم اليوم واحد العلاج بالمجان، بالمجان ما جبتوش معكم بالفلوس، حنا ماشي نبقاو غير جبت معكم بالمجان. هذا خوتي خواتاتي سابقا راه درت معكم فيديو تاع نشط، انتم خوتي هذا هو شتي، هذا راه ما تشتاش. هذا خوتي خواتاتي راه قلت لكم السدر، راه خوتي هادو احسن علاج، علاج احسن علاج. يعني تاخذوا اختي يطرط الماء ديال البلاستيك وديروا فيه يطرو تاع الماء ديال الشتاء، ديال الشتاء، وغادي تهزوا قد هادي ها هي، وعادي تهزوا خوتي خواتاتي قد هذا حبه البركه، وعاد تهزوا خوتي خواتاتي قد هذا ديال ورق السدر. انتم يا سلام ورق السدر، يا سلام. وعاد اخوتي خواتاتي هذا الشيء الا بغيتوه مرحبا بكم، عندي انا كنعطيه في سبيل الله بالمجان. نعطيكم القريعه قد هادي تاع كما تشتا هي، هيا اخوتي خواتاتي اللي باغي يتصل بيا في التليفون وكنعطيكم قد هكا تاع الحبه السوداء، وكنعطيكم قد هكا ديال حبات البركه جايبها من السعوديه. هادو فابور من عندي، دعوا معايا ودخلوا عندي وديروا لي جيم وابوني وتفعيل الجرس باش يلحقكم الجديد ديالي. وهذا ورق السدر، ثلاثه الحاجات اخوتي، هذا وهذا انا نعطيهم لكم بالمجان. دعوا معايا فابور قريعه قد هادي بالماء ديال الشتاء، ها هي يجيبها معايا بنادم انا نعطيها ليه. انا كاينه في زكام قصريه المسيره في زكام رقم واحد، حدا انوي وحدا البوسطه، الرقم ديالي 06 66 36 90 69. ها انتم اخوتي هاد الماء، ها انتم راه هذا الماء تشتا،
والله القسم اخوتي راه عندي انا بالبرامل كناخذها انتما بسم الله. حنا بنادم اخوتي ماشي هنا راه هي يدي بنادم شويه يتقرب لله. حنا باش ما بقينا نتقربوا لله تبارك وتعالى نتقربوا، ما نبقاوش غير نبيعوا غير نشريوا غير ماسكات. خصنا حتى في اليوتيوب نديروا شي حاجه اللي ترحم علينا وترحم على الوالدين ديالنا. اخوتي اخواتاتي هذا راه ماء المطر وماء الخير ودموع الفرح هذا وماء السحاب هذا يا اخوتي راه احسن ماء اخوتي هو راه كيعالج ديال العلاج هذا والله القسم اخوتي اخواتاتي الا كنجيبو انا من تيزنيت من تحت الجامع في المقصوره تاع الجامع نقيه كتعقم مصاوبه مقاده تنجيبها هيا اخوتي اخواتاتي ونقول لكم اخوتي اخواتاتي ردوا البال العيالات راه غدارات والله العظيم تنعاود لكم انا هذه القصه اللي قالت لها لي واحد السيده ودفعت لها السلعه ديالي تبيعها ليا قسما بالله اخوتي اخواتاتي نحلف لكم وانا شاده في شبك النبي ندير لكم المصحف ودات ليا اخوتي السلعه ديالي ودرت فيها الطيقه ودرت فيها الخير الكبير الله اللي عالم عليا وفي الاخر هضراتني والله اخوتي قسما بالله حظيو من العيالات تقربوا لسيدي ربي تبارك وتعالى واللي بغات تبيع واللي بغات تشرى انا اخوتي راه كنتصاحب مع الرجال انا ماشي كنبدا كلشي وغالطين كنتصاحب مع الرجال على شي حاجه انا كنتصاحب مع الرجال في التجاره ديالي وفي البيع ديالي في الشراء ديالي في الدومين ديالي هذا الشيء فاش كنتصاحب مع الرجاله كنخدم معاهم كنبيع معاهم كنشري وحتى راه ضرتني شي حاجه في قلبي كنعاودها لهم والعيالات اخوتي اخواتاتي العيالات بعدوا منهم راه غدارات قسما بالله الا غدارات انا قلت لك السيده درت فيها الثقه كاختي وشت منها ماشي قال لي شي واحد عليها شتها بعيني اش كيقولوا لك الناس اللي شافتو ما بين الحق والباطل هي ربعه الصباع اللي شافتو العين صح واللي سمعاتو الود نكذوب شت اخوتي بعيني بعويناتي اخوتي اخواتاتي ولاتي تابعوا معايا وديروا جيم وابوني وتفعيل الجرس اخوتي اخواتاتي وعادي نعاود لكم القصه تاع هذه السيده ما غاديش نقول سميتها ولاني راه الله اللي شاد عليا نعاود لكم هذه القصه بالمرصاد عاد نعود عليكم وعاد تسمعوها واستافدوا اخوتي منها قسما بالله العلي العظيم خوتي وخواتاتي الله يشافيكم والله يعافيكم انا اخوتي اخواتاتي ليلى هاي الله محمد رسول الله العلاج تاع الله تبارك وتعالى هذه راه الحبه السوداء اخوتي راه مذكوره في القران هاي اخوتي اخواتاتي راه مذكوره في القران هذه الحبه البركه راه مذكوره في القران راه علاج هذه اخوتي ورق السدر تاهما يا سلام راه مذكورين في القران اللي باخوتي معلقه من هادي قلت هكا يجي عندي مرحبا به بالمجان هاد التليفون اللي با قد هذا بالمجان بلا بيع بلا شراء اخوتي هيا نعطيها لكم اغسلوا بها وعوموا بها ودوشوا بها وعادي تشوفوا ان شاء الله الفرج من عند الله تبارك وتعالى ها هو اخوتي يكون كل بنادم كامل شعر مفرش مغطي كيجي غير اللي بكى يبقى غير يبكي مسكين دا يبقى مسكين والله المرا كتبقى كتلقايا غاتبكي تلقاي المرا عندها ضعف تلقاي المرا راه ما كاين عندها العقم راه ما كاينش اخواتي اخواتاتي شي مرا اللي عندها العقم الا ما تبعها بنادم الراجل حتى هو هكاك احتراماتي للرجال اللهم بارك الله يرزق يخليهم ويصلحهم يا ربي ويخليهم لينا كل ما كانوش هما الرجال ما عادش نكونو حنا راه اخواتي حتى الرجال اللي عندها عنده شي ضعف ولا عنده شي حاجه راه اخواتي اخواتاتي اش غادي نقول لك راه من 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 داكشي من منهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي اخواتاتي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد ها انتم اخواتي شاهدوا معايا ها انتم اخواتي اخواتاتي شاهدوا معايا مرحبا بكم عندي بالمجان فابور اللي بشي حاجه يجي عندي فابور قرعه تاع حد الماء قد هادي اخوتي اخواتاتي فابور انا دعوا معايا اخوتي هي دعوا معايا دخلنا عليكم والله دعوا معايا ودخلوا عندي القناه ديالي
ومرحبا بكم. واللي ضغطوا شي حاجه واللي ضغطوا شي حاجه في قلبه ولا عنده شي مشكل، هاد التليفون اخواتي اخواتاتي يتصل بيا 0666639969. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي اخواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب. الله يخطيكم عليا وكنفرح بكم ملي كندخل كنلقى القنوات ديالي تبارك الله وما شاء الله اللهم بارك، كنلقاكم درتوا ليا تعاليق زوينين بحالكم كنفرح. الله يجعل صدري ربي يفرحكم بالدنيا والاخره، الله يعطيكم من ويتو بخاطركم. وانتم اخوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي باخوتي هادشي داخل المغرب وخارج المغرب بالمجان يجي عندي مرحبا مرحبا بالمجان. هانتم راه ما بغيت نبيعو ما بغيت نشري لكم بنعطيه لكم تعالجوا به. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوفي